صراحة والله ما عندي فكرة. This was a side that really held its own in the fourth division last season, and they'll be in there mixing it again, trying to get into the top three divisions, which would be some achievement. And I think their opponents in this division will look at them and see them as maybe one of the favourites if they get things together. Abbott. Oh, he's good at cutting those passes out in that middle of the park. Read the intentions of the opposition there to make the interception. قريبا شوية حيطلعوا. Makoun. بس 30 seconds. Not rushing it here. Moving from one side to the other. Looking to win it back. La pause. Now a chance to get a bit of width into this attack. ادخل 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 Shots on here. And the ball's gone out for a corner. Put the corner in the middle. Good defending Good. At the front post, but not such a good corner. And the goalkeeper has done well to stop that one. Played down the wing, keeping the wide attack going. Abbott. ليش ما طلعوك Good strong tackle. بعدك حبيب صوتك ما قاعد يطلع في البرودكاست حاطه له لا لا مو هسه قصدي من قبل شوف تأكد بسرعة يا أخي حبيب هجمة طلع عندك عادي خليه انتظمت شو يا عادي يا أخي الثاني يا أخي توال بوسكاس دوفا كان دمت ألاو بعرفش ليه That's okay يا أخي والله العظيم السوف يعني we have so much يعني حتسير كثير ممز عنا يا أخي افهم So nice You'll be like after 3 years, 4 years, you'll be like, what the fuck is this? Bismillah. كل مباراة. تعودنا. Poor attempt at a pass, really. What's wrong? This looks promising. Wonderful tackle. نور. Pressing in at him. صوت نيمار في دوميني جراج دوميني جراج لا لعبت لي ولا لعبت الحبيب ما بقول لك انا اصلي سواريز من دوميني جراج successful when they'll see the chance for a forward pass they'll flick a switch ريال طورني يا حرام صبر صبر شو باليتش شنو باليتش سمعتو سمعت بانيتش دوكتور انت حركاتك المصري لا ما تنفع يا اخي لانه مصري لازم نسوي حركات غير المصري غلط والله نور غير جنسيتك اصلا يا اخي He's still going. Fine run this. بكره بالضبط. خلاص بعد ما Spread it out wide here. بعد ما ناكل تلعب ها؟ وين بلعب؟ It's going to be a throw here. Reeves. Good, good. فايت. كمل. ايوه. نعم. كنت بقول نعم. Abbott. شخص مصري يا اخي. شخص مصري.
كنت مفنس الصراحة. Come away with the ball cleaner. Great tackle. Okay. لا بعد 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 خلينا ندخل الكورنر. الله فن. صار كان لازم أكمل. لا كان لازم تلعب لي. يعني. يا الله يعني. حبيب لو تجرب بار 2 يعني دور شوي تركب. يا الله. لا هي بوتن بيس شي فروم ذا فلو. ناك راضي. يا الله المصري يا. حتى خلاص سوى لك. يا حرام الجيم الجيمين الراحة يا حرام نور 24 ساعة ساكت ورا ما قال لك سمك خلاص سكت اخذ بريك اخذ بريك ما اتحمل ما اتحمل خلاص تو ماتش فور مي اه والله والله العظيم يا اخي ضحكني بس قال لك سمك يا اخي لا يا اخي هو ولا مرة يقولها والله ولا مرة يقولها فجأة ايش يا اخي صدمنا احد والله ضحك لا المشكلة ما عارف كيف قالها ما قال لك السمك قالك السمك لا والله قال لك السمك لا شكرا عشان لعبتوا عشان سكرتوا نص الهجمة عفوا عفوا بدريت كل هجمة لا وي بوتن دي سيف اون ذا فلو تشابا كاركتر انا قاعد اسمع اسمع بالباك جراوند مو صح في عمارة طويلة هذول اللي بالعمارة من الشباك يتفرجوا المباراة ببلاش وشو طبعا والله اضطر يا اخي مش حخلوهم يدفعوا تكت لا يعني ما في يعني شو اسمه كوبي رايت سؤالك غبي ترى لا ما في كوبي رايت يعني بس والله فني قاعد يتفرج المباراة هو في بيته ويشرب شاي شوف هذا مصري يا اخي ناك ام السالفة والمود بالشاي مالها يا انت والشاي مالك خلاص يا اخي اوبا محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح شوف اريد اقول شيء بس يا اخي يا زلمه يا صفي يا صلاح اتحرك يا بالله يا صلاح يا صلاح نيكني It's a terrific header. Lucky it's just a shot. Oh, 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 نور نور كيف يقولون دخلوا كله في المصري شو ما بعرف من هالدرجة عاد لا لا شو يعني يا عمي الزابل يا اخي انت بطاطيك لا لا كيف 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 قول قول دخلوا كله عاد تلقى ابوه يا امه قول 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 صوت عالي دخلوا كله لا والله 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 نور حتى لو قولها بصوت ناس يعني صوت كثير يعني ما ينسمع بس اريد اعرف شو كيف يقولوها كيف كيف حبيبي دخل كله لا
Custom McLaren. قسم مقلع هم طلاح لا هم طلاح ميك مينا لا لا يا حشيش يا الله I can't my throat I'm gonna fucking die I'm dying حلدي والله نور نور بليز قول كلمة بعد قول حلقي عورني بليز ما قريبي حلقي حلقي اسمعت حبيب حبيب اسمعت والله سوير تويير والله والله اي والله صح خلاص يا اخي شبيك صنفوز يا اخي والله والله يا اخي اسمع سمعت نور يقول حلقي والله سوير لا مشكلة نوري يقول حلقي عشر اوبا تلا والله انا بضحك الضبر عمود كله عندي هو انت الحمار اللي واقف تسلل يا حبيبي انا ما سويت شي اوبا شوف هالجول شوف هالجول شوف هالجول العب العب باس بلغ بابا يا اخي لا الله يلعن لعب باس يا اخي كس حفلك كذاب مرتاني مرتاني فاضي 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 حبيب حب لعبك باس الله يلعنك وانت حد يشوت بالطريقة عبود 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 دخل كله دخل كله مش شاف الحارس مش شاف الحارس يا جماعة حد ياخذها يا مصطفى عبود عبود اسمع ينو You know what would be funny when Abu says Nacho and any edge? Wallah, yeah. Nacho. Hey, Ashi, hold on. Hold on. الكل يصيح كلنا احنا ثلاثة مرة واحدة محمد صلاح يلا يا طيخو محمد صلاح دخل كله محمد صلاح ما دخل كله يا عم ما دخل كله يا عم ممنوع شوية يا اخي نور انت وين تحط مايكك يا اخي شو اوبا ديز محمد صلاح تم تم معنا مصري قدام 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 عجبتك عجبتك تمزح ها العب منيح يا مصري العبوا العبوا بالغباء العبوا اطلق الولد يا اخي هو لو احنا سامعين شي من عنده غبي غبي انت وين والله كل ولد العالم يعني حاجه ثانيه عن فار بوست فار بوست صبر 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 شوي شوي I can't okay I can't okay okay اسمع انا بقول لك انت تعرف حبوت شي ينفعك شقه فوق هناك تتفرج على المباراه صب 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 شيء يجيني جلطه كل ما اشوف حبيبي يا جماعه هذا اخر جيم اروح ادخله كله كم ساعه عندك بدر كم ساعه عندك انا ساعه عندي 3:30 لازم تعرف اذا نمت هسه لازم اقعد بعد تقريبا 4 ساعات ليه يعني I have work مدرسة خليك خليك صاحي ما اشرب 2 energy drinks should I don't know انا بصراحة بحكي ضلك صاحي عشان مش هستفيد اشي من 4 ساعات yeah, I'm gonna sleep like that oh shit لا حاجة صاحبي هذه مشكلة بكرة لازم نسهر صاحبك مين ها الحرب ها الدبة
اح يا شباب. سمعت عفوا عفوا سمعت شباب 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 اسمع 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 بس اسمع شباب 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 لعبة اختي لما تسكر الضوء بيطلع صوت. اسمع اسمع اوكي اسمع. سمعت؟ اقسم لا تخوفني اقسم بالله لما اسكر الضوء بيطلع صوت. سكر الضوء سكر الضوء مرة ثانية. قسمك هاي اه والله مو لامسها. تمزح؟ في حد قاعد في البيت؟ اهلي كلهم نايمين. فقف 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 لعبة تخوف او شو هي؟ ازت الدول؟ لا هيك لايك طفي طفي الضوء هسه. شنو كل كل اسمع 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 قول دخل قول بدك ادخله كله للجن وسكر الضوء. بس قول دخله كله وسكر الضوء. بس شو شو قول دخله كله وسكر الضوء. دخله كله دخل اسمع اسمع دخل اسمع اكتب شو اكتب قول دخله كله يا محمد صلاح سكر الضوء. اسمعني لا 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 اسمعني يا اخي شو شو واي ذا فكر يا يلا يلا لا لا حبيبي سويها بس ارحم امك سوي دخله كله يا محمد صلاح. شو في لعبة هيك حيوانات لعبة حيوانات لازم تحط الحيوان مكان اوكي يعني هسه شوف طفي الضوء طفي الضوء بطلت وبعدها لساتها سوي شوي طفي بس سكر الضوء خليه مسكر شو دخل الضوء هاي احا امسكها 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 في ايدك وطفي الضوء تشتغل في ايدك اوكي قسم وقف هذا صوت خروف اصل بقرة شباب شباب حمود شباب حيجينا محمد صلاح محمد صلاح الخروف شباب لما افتح عليه الفلاش لايت وسكره بيطلع صوت لا صور فيديو صور فيديو صور فيديو فيديو تكسر بس صور فيديو يرحم امك طيب كيف بعد لي اياه قومهم بدأ بدأ شو الصغر هتروح بأخوي اوكي يا الله غير موضوع قبل الفيديو خلصني يا اخي لعن ابو الفيديو لكن بهاللعبة هو ولا اختي تلعب فيه ولا اشي بس شوفني فيديو الله يخليك يا اخ ما بدي تخاف؟ شو السالفة؟ والله لا انت يس اي واحد على اليسار واليمين شوف على اليسار شوف على اليسار الاسود مصاص دماء الفيديو اللي عبت لك ايه ماشي شفت السمكة شفت السمكة السمكة ما حد عبو كده شاف كل الانواع شغالة والله شاف اهو يا اخي 4 سنين لما عندي جيم وش القصة يا اخي
والله ممتع يا اختي. شباب انا بدي اروح العب تشامبس. انا ما اقدر العب في الجامبس. شو حكيت؟ انا ما اقدر العب في الجامبس. انا كايس يا شباب let's win this. نعم يمكن لا انا قاعد الساعة 11 مستحيل اكمل. ضليتني نايم الساعة 9 الساعة 2 يا حبيبي تليفونك ابدا. انا نمت بكير المفروض انه ايش خلاص بدي اصحى بكير الساعة 7 هيك صبح. نعم احا طارق خلاص عادي شايف طيب بدر وين بدر؟ خلينا نجيب جاب شبس الارض في تشيبس صار الساعة في تشيبس هذا الزن شكله قاعد يلعب معي فيفا. خلاص يا اخي لا تخوفني انا قاعد بغرفة وحدي. انا يا اخي في الصالة ما في حد يديك. احا ابو الحياك الخلق جني حركة زين حسين حب مطلع خنيكو لونيك ازعز لونيك الكاوتش احسن يا لعب اكثر لونيك المخدة احسن العب العب يا اخي تخبي خرا يا اخي بالليل بدر بعطي الفيديو بدر بعطي عبعد والله عبعد خلاص تقدر انا ابعث لك اللينك وانت خذ الفيديوهات اللي تسوي لها سكرين ريكورد للتريلر. ايوه والله فلسف علي المشكلة يا اخي ايش كنا نلعب ضدهم قطر تبديل. لا الله عليك هالسؤال لا يعني ليش اغلب الناس يسموا قطر ليش يسموا اسم تبديل نبي شو هذا يا اخي زعلان عشان عشان كذا عبو طالع في الزاوية اوه جني شاعر خرع على حاله شوف عبو ده طالع وراك جني جني وراك جني 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 بس شوفه والله عبو ديك لا حسكر عبو روح عميك التخن لا لا خلاص والله ترى لو انا مكانك طفيت ونمت من زمان احا يا اخي من الدرجة بوقف وقف وراك في فراغ عبود او قاعد على الحائط لا فراغ احا ها حيناك احا يا اخي لا مو الدرجة والله انا على الخير هاي باب الحمام مفتوح ما اتوقع الله يلعنك اقسم بالله باب الحمام لما يكون المكيف شغال وشو اسمه والباب باب الحمام مفتوح بضل يخبط يطلع اصوات بدر تتذكر لما كنا سهرانين بلاك اوبس 3 كنت نص خلصت بعديها بلش هذا يطلع صوت الباب مالي الباب؟ مالي انت والله ما اتذكر
وانا اتذكر راح متخيل انا والله العظيم قاعدين انا وما اعرف مين عبد الرحمن واحمد فرياد وواحد ما اعرف مين قاعدين بيتي في الامارات اللي نسمع صوت الباب بيفتح اسمع 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 باب البيت يفتح قلت ليها مره اسمع اسمع باب البيت يفتح احنا نخرج على حالنا خايفين وانا امسك سلوي اسمع والله العظيم خبر دقينا على اخو احمد فرياد اللي جا المشكله طلع من النهايه طلع هو فتح الباب والله كنا حيكلم الشرطه يا اخي والله كنا بوسيز على الاخر لا تعرف شو اقول له اقول له احمد فرياد انت روح للممر شوف هذا يقول له انت روح انت روح تركنا باب الموت باب البيت مفتوح تركناه مفتوح طول الوقت لما جاء اخو احمد والله اخو احمد يا اخي سو نايس سو ذيس ذا بيست اخو اخو الكبير يا اخو كبير هسه عمره 25 لا حجيب اخو الصغير لا خلاص ما كان بباصي شوفي كان بباصي نفس المدرسة انا بس كنت كنا صف سادس كان هو صف 12 كبير هسه جامعة هو حيخلص جامعة شو او خلص والله لا اعرف حيخلص والله كان هذا اخو احمد يعني ما خص فيا حق كام 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 الله يلعن عشان بدنا نمي شوف لا والله فن اللي بالي يلعب لي لا يا اخي لا حكم دخل كل هاد حكم محمد صلاح دخل كله سألني حكم ملخية دخلوا كامل طعمية طعمية أمان يا مين قال الله عليك من حسد مين قال كمل 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 صحيح خسرين يا أخي لازم تفوز حبيبك السمك لا لا بقى حلوة هاي بالنهاية لا حلوة هاي عجبتني مش عارف شوف شو الفايدة منها ما اعرف درك 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 ترفع جود جود عشت ايدك بدر بدر كردي 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 شوين كردي يا اخي يعني خرا يعني شوف هذا ما صار دبل خرف في الهواء لا 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 بعد واثق من حاله خذ عبود يا اخي والله العظيم ناو اي فيل لايك كيف كنا نتفرج مع سلطان يا اخي والله العظيم ضلعان تخيل لو نور لو نور اسمع لو نور يعرف كيف كنا نتفلسف على سلطان والله ما كنا نعطيه فرصه يتكلم والله لا والله العظيم كان يطلع ويسوي لنا بلوك وما اعرف شو يرجع المشكله يرجع 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 يوم الثاني يسوي لنا ميوت يدخل باري يسوي لنا ميوت نتوسل فيها اللي سوينا ميوت نلعب معها المشكله كان يسوي لك ميوت ويخليني انا وانا قلت له قلت لا ما قالك يا الله بتذكر شو اسمه هاد الجاد دخل عندنا على البارتي كنت قاعد العب رينبو تذكر هذا الشعر حلو شو عيد ميلاد احمد عمار تعرفه حبيب شو قال لا ما اعرفه اي واحد قصدك يا اخي والله قال هذا الشعر واشقر الحلو ما اعرف يا اخي والله متنا ضحك واستاذ لافينج سوا اقسم بالله مو صاحي والله مو صاحي
Badak. Balic. Nigga. He could lay it off to the supporting player. Cleared the ball. Sulan Nur. والله مايك كلاك يا اخي والله. Based across the ball now. ذكرني في خالد علوش. سجاد شوف شوف شوف. يلا صح. لا 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 وقف. والله العظيم حلوه يا حسوني كابتشر حلوه عجبتني. لا والله العظيم حلوه يا اخي لا عن شيء انا هسه هسه زيك انا فكرت ابوي حيعطيه باس في النار دقات اللعب يا خبرات اريد ادخل من التصوير تعرف ليش خطيت حبيب هو حرام اقو اقو خلت نفس خلت نفس حبيب حبيب شوف هو ليش قال هسه هسه اوكي يا حرام خايف يا خلع بلعب بلعب كل شوي كل شوي كل شوي عبودي طالع وراه خايف من الجن هو يقول شو يقول ايو يقول الطب هسه هسه بيضيع الكل قال طالع ورا ياسر تذكر الصورة اللي بعت لي اياها هي السكر مع العبود بالباص عند لابس ايربودز تخيل شكله من ورا تخيل انت تجني شكله من ورا عبود تعرف السكر مالتك هاي يا اخي تعال 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 بدي انت شلو مين ما اخذ لك يا عبود الاستيكر هاي صورة صورة يا مرحبا مع الايربورد يا الله هاي ما لابس ايربورد بالباص هاي اللي تقعد سمعت حسنين بقهر والله مو حسنين ايهم ايهم يا ام ايهم يا ام ناظر لا ناظر لا ناظر نفس شهر شهر بالباص شهر مش بالباص انا وناظر بس نقعد نسمع اغاني حسنين وايام يقعدون يسولفون 20 ساعة صبح ورجعة مين مين؟ مين؟ سواد حسنين وايام قدام 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 هاد عبود عبود الاماراتي هاد معاكم بال معاكم بالباص الجريديت لا وين تغني؟ ولا هذا الصاحب ايام؟ اه؟ لا وين؟ بس هو لعب ايام ما كان دخل جول؟ ابو شوف جن يمكن جوان شوف شوف قلت لك خايف والله العظيم قلت لك عمل اكل يا لا والله بصراحه والله والله يا اخي بصراحه لو انا مكانه مغف يا اخي والله تفك انت صالتك كبيره وصغيره يعني عادي وسط كبيره يا ها كبيره يعني مين حجمها اه انت كنت خرا سمعت شو تسوي؟ ريزكسي اشوف كل الجهاز افتحوا التلفزيون خليه يحضر اسمع اسمع طيب شو تسوي؟ وقف والله والله مصري مصري شوف شوف خايف على الجول حبيبي حينيكونا اسمع عبود ترى شو تسوي؟ شو؟ عندك جرين سكرين عندك جرين سكرين ما ظل ظل ما عندي لا شو قلت شيء شو قلت اه شو يسوي عبود تعرف فلتر على سناب شات تعرف فلتر على سناب شات حط على الكلب هاد افتحه لا 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 شوف اللي ورا لا لا اوه ماي جاد
شوف عبود على حالي والله انا لو طلع لي جني والله بركض عند اهلي انا حطلع اركض من البيت حبيبي والله انام بالشارع يا ما عندي مانع شوف المصري يا اخي مصري مصري اول شيء انام تقريبا 7 ساعات اصحى غازولين شوي عندي غازولين تحت ديزل احطه تحت الطاوله واحرق الغرفه مالتي كامله وانا قاعد احرق الغرفه اقرا قران ومشغل مسجل وقران بعد استغفر الله وجيب سلم على الزيد بتاعك تخيل شكل لسه قاعد يلف راسه شوف يا خليل شوف شوف لا بلا قابوس زيد سلمك تخيل لو تجي امه او اي احد من اهل يلزموا من ظهره يبول على روح التمرين يا حمود انتو حتسكروا؟ انت حد الله تشحن بلان انا والله حسكر بصراحة لان جي قاعد الصبح هاي المشكلة اول يوم انا بكرة بفتح لقد لا بكرة ما حفتح بعد بكرة افتح لان هذا الخرح يكون عندي ما حقدر مين خرح؟ صاحبي خالي امان الدب قحبة ما عنده بيت يا اخي قال ماشي اقول له عندي شغل ما اقدر تعال لغير يوم لا يلح قصمه ليش؟ ليش يريد يبات عندي خلاص ما اقدر هذا اليوم يلح كثير لا يا الله يس 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 لا لا وقف 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 جماعة عبود قبل أن تنام يا أخي جيب لك كلاس ميلك كوكيز شوي شغل التلفزيون اسمع عبود تخيل أنت تسكر كل شيء وراح تروح على المطبخ وتلقي التلفزيون مفتوح مرة ثانية احا قاعد يتفرج ام بي سي 3 احا اوه ماي جاد اسمع عبود حبعت لك كل الفيديوهات اللينكس كام يلا تشيس مع السلامة باي باي good luck